السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. خير من نبدا به الكلام، الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده فيديو جديد وهنكلمكم عن موقع مهم جدا يا جماعه، كنا شارحينه لكم قبل كده. الموقع دوت هو موقع جوما وركر. طيب يا سيدي، اول ما اجيب لك سيره الموقع دوت، اول حاجه هتقولها لي فين اثبات السحب يا عم يحيى؟ كابتن يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ خلتني اطلع من هدومي قسما بالله الجمله ديت عن الموقع ده. عشان كده يا معلم انا جايب لك النهارده اثبات سحب من الموقع. فاحنا طلع لنا شغل على الموقع يا معلم وكوننا لكم 9 دولار او اكتر من 9 دولار. هنحاول نسحب مع بعضينا، هنشوف ايه اللي هيواجهنا دلوقتي مع بعضينا اثناء الفيديو واثناء السحب. انا واحد من الناس اهو بكلمك، لسه ما اعرفش الموقع هيسحب معايا، هواجه مشاكل ولا مش هواجه مشاكل، ولا ايه اللي هيحصل معايا تدريجيا، انا ما اعرفش. يعني انا علمي دلوقتي علمكم، هنشوف الفيديو دلوقتي مع بعضينا يا جماعه هل هيسحب الموقع ولا لا. بس انا فعلا اتمنى من الله ان الموقع دوت يبقى صادق ويسحب يا جماعه، عشان المجهود اللي تعبنا فيه دوت ما يروحش في الارض. اثناء الفيديو باذن الله هنجرب تفعيل التليفون وهنجرب السحب وهنجرب كمان ان احنا ننشئ مهمه ونحطها في الموقع. يعني من الاخر الزتونه بتاعت الموقع دوت وكل اللي نفسكم تعملوه في الموقع هنعملها وهنحققها النهارده اثناء الفيديو. عشان كده يا ريت تدعمنا وتدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه، لان احنا فعلا بيطلع علينا في عمل الفيديوهات والنوع دوت من الفيديوهات تحديدا، وعارفين ان الهدف الاول والاخير في القناه يا جماعه هو ثقتكم فينا مش اكتر. واحنا عندنا ما بنهتمش بكلام الناس بشيلين، احنا بنثبت لكم كل حاجه بالتجربه العمليه قدامك صوت وصوره، عشان اي مشكك او اي حد هيتكلم علينا باي كلام تاني ناخد لينك الفيديو ونحطه في بقه. وانتوا عارفين ايه معناها؟ انا غبي قوي، انا مش مهم من حد غير ربنا. على كل حال اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعك، ولو بتعمل شير شير، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب يا شباب، ادي موقع جوما وركر، وزي ما انتم شايفين احنا كسبنا 9 دولار و51 سنت، لان احنا كنا واعدينكم ان احنا هنشتغل عليه زي ما قلنا لكم قبل كده. وزي ما انتم شايفين ادي الفيديو اللي شرحنا فيه الموقع يا جماعه، هو 10 دقائق، لو انت ما اتفرجتش عليه ضروري تروح تتفرج عليه عشان تفهم احنا بنتكلم على ايه او بنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده. طبعا ناس كتير طلبت مني في الكومنتات اثبات السحب، وانا كنت بشتغل والله، لما بيلاقي وقت الفراغ بشتغل على الموقع عشان اقدر ان انا اجمع لكم المبلغ دوت. وزي ما انتم شايفين كمان في فلوس في البيندنج اهو يا جماعه نتيجه الشغل بتاعنا، والناس برده عشان تصدق ان احنا اشتغلنا على الموقع. ادي عدد التاسكات اللي انا عملتها 139 تاسك اهو يا شباب، لو نزلت ونزلت كده قدامكم عشان بس اوريكم ان انا عملت تاسكات اهي بفلوس، ب 14 سنت، ب 35 سنت، ب 21 سنت، ب 10 سنت. كل دي تاسكات انا عملتها عشان بس الناس ما تفكرش ان انا ايه، ان انا بضحك عليهم ان الفلوس ديت الموقع مديها لي ولا حاجه. انا والله العظيم ولا اعرف اتواصل مع الادمنز بتاع الموقع، وللاسف حاولت اتواصل مع الدعم قبل كده على الرغم من انهم كاتبين ان هو بيقعد 24 ساعه والرساله بتستجيب عليها، فالدعم للاسف ما ردش، قعدت بتاع 5 ايام والدعم ما رد. فاحنا دلوقتي هنجرب بالتجربه العمليه مع بعضينا الفلوس دي هنقدر نسحبها ولا مش هنقدر نسحبها ولا ايه هيحصل. ومعنى ان احنا كلمنا الدعم والدعم ما ردش، فده معناه ان احنا اللي احنا هنعمله دوت هيبقى بدون مساعده الدعم. يعني لو في اي مشاكل مع الموقع مش هنقدر ان احنا نوصل صوتها للدعم للاسف. طيب تعالوا نشوف يا جماعه مع بعضينا. اول حاجه هنبدا ان احنا نيجي على كلمه اكونتس من هنا، وندوس على كلمه سيتنج من هنا يا شباب عشان نربط التليفون بتاعنا. طيب بنربط التليفون بتاعنا ازاي؟ عن طريق التليجرام يا شباب. بنبدا ان احنا نيجي وندوس على كلمه فيرفاي فون نمبر من هنا، هبدا ان انا اخد الرساله بتاعه جوميا وركر بوت دوت يا جماعه، وابدا ان انا اخدها كده واجي احطها في السيرش هنا يا شباب. هيبدا ان هو يجيب لي البوت اهو يا جماعه، هبدا ان انا افتحه كده وادوس على كلمه ستارت من هنا، فهبدا ان انا انفذ اللي هو بيقوله لي، ان انا ادوس على الخانه ديت اللي هي بتاعت ليك كليك هير ديت يا شباب، وابدا ان انا ادوس على كلمه شير من هنا. هيبدا ان هو يشير رقم تليفوني بتاع التليجرام يا جماعه معايا، وهيديني الشات اي دي اللي قدامكم دوت يا شباب. زي ما انت شايف الرقم دوت هبدا ان انا اخده واحطه في خانه الشات اي دي يا جماعه، وببدا ان انا ادوس فيرفاي يا جماعه، بيبدا ان هو يقول لي انون شات اي دي تاني بعد ما اتاكدت على رقم تاني وثالث رابع، وفضلت ان انا اقارن بين الرقمين، فالرقم اللي انا كاتبه صحيح يا شباب. طيب سيبك من الرقم خالص، تعال نحاول ان احنا نسحب من غير ما نبدا ان احنا نفعل الرقم يا جماعه، مع ان انا عارف ان هو المفروض نفعل الرقم الاول. هبدا ان انا ادوس على كلمه ريكوست وذرول من هنا، وهبدا ان انا اختار السحب عن طريق اللايت كوين، فهبدا ان انا ادوس على كلمه لايت كوين من هنا وادوس على كلمه ريكوست وذرول. فزي ما انتم شايفين ما بيفتحليش خانه السحب اصلا اللي انا احط فيها امكانيه السحب يا جماعه. يعني لو جيت اجرب ان انا اسحب باي طريقه من الطرق اللي موجوده، المفروض بيتفتح لي خانه زي ما احنا عارفين في سبرو اوت. لا هنا يا معلم مفيش خانه بتتفتح لك او بتتفعل لك عشان احط فيها مثلا الادريس بتاع اللايت كوين عشان اسحب فلوسي. فده ان دل على شيء يدل ان للاسف الموقع بتاع جوما وركر يا جماعه نصاب بالتجربه العمليه. طبعا احنا كنا بنميل ان الموقع دوت يبقى صادق وان الموقع دوت صادق بالفعل، لان الحقيقه الديزاين بتاع الموقع والواجهه والشغل اللي عليه يدل ان هو حاجه احترافيه ومحترمه تليق بالموقع فعلا، وتليق بموقع مهمات مصغره ينافس سبرو اوت واحسن منه كمان. ولكن كل ده للاسف طلع في شنج.
يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ بالإضافة إن أنا مخدتش جنيه واحد من الإحالات. لو دخلت على الإحالات كده يا جماعة عشان بس أنا أوريكو، زي ما أنت مش شايف بيقول لي إن أنا دعيت 20 شخص، ال 20 شخص دول أنا مخدتش عليهم ولا جنيه، يعني كل الأرباح زيرو زي ما أنت مش شايف، عشان بس الناس ما تفكرش إن أنا جمعت برضو المبلغ دوت من الإحالات ولا حاجة. لفت نظري برضو إن أنا كان في بعض المهمات بعملها غلط أصلا وبتتقبل، ودي حاجة شككتني في الموقع أكتر. يعني على سبيل المثال مهمة الساين أب ديت يا جماعة أنا أصلا عاملها غلط، ومعظم مهمات الساين أب والكي واي سي ديت أنا عاملها غلط وباعت اي اثبات وخلاص، وزي ما انت شايف بيقول لي ساتسفايد اهو مديني الفلوس بتاعتها. فدي حاجه طبعا تؤكد ان الموقع نصاب، وان الهدف من الموقع دوت ما هو الا يجيب ناس تشتغل عليه المهمات ديت سواء بصوره صحيحه او صوره خاطئه، ومش هيديهم اي فلوس في الاخر، على الرغم من ان هو هيديهم في الرصيد بتاعهم في الموقع، ولكن مش هيقدروا ان هم يسحبوه. طيب تعالوا بقى نجرب حاجه كده لولبيه يا جماعه، ان احنا نحط وظايف في الموقع ونستغل الفلوس اللي احنا اتخزوقنا فيها دي. على سبيل المثال هبدا ان انا اختار مايكرو جوبز من هنا شباب، وابدا ان انا اختار الفيسبوك مثلا عشان هجيب لايكات مثلا للفيسبوك بتاعتي. فين يعني الفيسبوك بتاعتي؟ ايه ده وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. وابدا ان انا ادوس نيكست ستيب برده، وابدا ان انا اختار سعر المهمه الواحده مثلا يبقى 5 سنت. هنا بيقول لي تكلفه الوظيفه كلها هيبقى 1 دولار و28 سنت. هبدا ان انا املى البيانات كلها تاني وادوس على كلمه سبميت جوب، اهو هيعمل لودنج. هنا بيقول لي ان في رصيد غير كافي. طيب تعالوا نخش كده في الديبوزيت يا جماعه ونشوف هنقدر نحول رصيدنا الرئيسي دوت لرصيد الاعانات ولا لا. هبدا ان انا احول 2 دولار كده يا جماعه، وابدا ان ادوس على كلمه ترانسفير تو فوند. تمام انا بكتب 2 اهو، عمال كليك على الترانسفير تو فوند عشان يحول لي الفلوس اللي معايا ديت لرصيد الاعلانات، مش راضي يحول اي حاجه. اجرب اخليهم 5 دولار وابدا نعمل ترانسفير، مفيش اي رياكشن خالص. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. فبالتالي انا ولا قادر ان انا اسحب الفلوس اللي انا عملتها في الموقع، ومش قادر برضو ان انا احط بيها اعلانات في الموقع. فاصبح ان احنا نستنتج ان الموقع نصاب يا جماعه، هو فاتح بس ليه هدفه الشخصي. فديني نقلت لكم التجربه يا جماعه، وانا طلع عيني والله العظيم شغل في الموقع دوت، وضيعت عليه وقت كتير عشان اجمع لكم المبلغ دوت. طبعا بنعتذر لكل الناس اللي ضيعت وقتها واشتغلت وجربت، بس انا في الفيديو يا جماعه كنت قايل لكم ان دي تجربه، ولو انت عندك وقت فاضي جرب. واي حد يا جماعه بيفكر بمنطق هيشوف ان الموقع دوت فرصه كويسه جدا لو كان صادق. هدفنا الاول والاخير في القناه هو المصداقيه، وان احنا ما ناذيش حد، ودي اهم حاجه ان انت ما تتاذيش من ورانا في حاجه، على عكس باقي الناس التانيه طبعا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.